ربما نرتئيس نتناول من زاوية أخرى من زاوية التحديات القانونية والآثار الاجتماعية، بحكم أن الشغل الشاغل لجميع الحاضرين معنا اليوم هو المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير. أنا كيخصنا نعرفوا المغرب فوقاش بدأ الاشتغال على التنوع البيولوجي والاهتمام بالمنتزهات الوطنية، بحيث أن هذا الأمر هذا ماشي وليد هذه السنوات الأخيرة. المغرب كان سباق لإحداث المنتزهات الوطنية منذ سنوات، ربما حتى قبل الاستقلال منذ 1942، واليوم وصلنا تقريبا 11 منتزه إذا ما كانش المعطيات عندي إذا كانت مضبوطة. من بعد في 1995 غادي يصادق المغرب على اتفاقية التنوع البيولوجي قصد الحفاظ المستدام على النظم الإيكولوجية، وطبعا غادي يصدر القانون المتعلق بالمناطق المحمية سنة 2010. وهذا القانون غنبغي نثير هذه الملاحظة أنه صدر قبل صدور دستور المملكة لسنة 2011. هذه الملاحظة كتير ملاحظة لعدم ملائمة القانون لمقتضيات ومبادئ الدستورية الجديدة اللي جا بها الدستور، من ضمنها يعني المقاربة التشاركية، مبدأ الوحدة، إلى ما ذلك من مبادئ جا بها الدستور 2011، والمفروض أنها تكون حاضرة في قانون 2207 المتعلق بالمناطق المحمية، حتى يستطيع أن يتم تنزيل مشروع إحداث المناطق المحمية بالتصنيفات الواردة في القانون بما يتلائم مع خصوصيات كل منطقة في المغرب. طبعا نعرف التنوع الذي يعرفه بلدنا تنوع مجالي جغرافي ثقافي كبير، وبالتالي كاين واحد النوع من نقولوا نوع من التنوع ونوع من الاختلاف من منطقة إلى أخرى، وكل منطقة والخصوصية ديالها. وبالتالي هذا التنوع هذا حتى أننا نوصلوا لتحقيق مبدأ العدالة المجالية لا بد من مراعاته في هذا القانون. بالتالي أنا أراه قانونا مختلا طالما لم يتم تعديله حتى يتلائم مع المقتضيات الدستورية. طبعا تدبير هاد المناطق المحمية يعود لقطاع المياه والغابات، ولأن لن أتطرق له لأن الأستاذ أحمد يحيى عنده مداخلة في الموضوع، لكن تدبير هذا القطاع اللي كان تحت إدارة المياه والغابات عرف عدة إشكالات ومشكلات اللي دفعت السلطات العمومية إلى وضع استراتيجية شاملة للغابات، وهي استراتيجية غابات المغرب 2020 و2030. طبعا هذه الاستراتيجية هي ممولة من طرف البنك الأوروبي للاستثمارات، وعندها أهداف، كاين برنامج وكاين أهداف مسطرة يتم تنزيلها، ولعل إحداث المنتزه الطبيعي أحد يعني وسائل تنزيل هذه الاستراتيجية. كذلك أود أن أشير إلى أن الملك الغابوي يغطي حوالي 13% من إجمالي مساحة المغرب، ويرتكز بشكل أساسي في المناطق الجبلية، حيث يقطن حوالي 7 ملايين نسمة، أي نصف الساكنة القروية تتواجد في المناطق الجبلية اللي هي معنية بهذه المحميات. هذه الإشارة علاش؟ لأن ملي كيكون عندنا واحد المجال سكاني اللي فيه واحد الكثافة سكانية وتتشكل واحد النسبة معتبرة، فبالتالي يصعب اننا نخليو هاد او نضبطوا هاد المناطق هذه بالقانون في معزل عن سياسه اعداد التراب. ولن اتطرق لها لان هي ايضا موضوع مداخله مع الاستاذ عمر الدودي، مرحبا. طيب، فقلت بانه في اطار هذه الاستراتيجيه اللي كندرج فيها هذا المشروع ديال احداث المنتزه الطبيعي الاطلس الصغير، طبعا يخضع لمقتضيات القانون 2207. هذا القانون الذي يطرح مجموعه من الاشكاليات والتحديات اجملها في غياب المقاربه التشاركيه، هذا المبدا الدستوري الذي يعتبر من الركائز الاساسيه لتدبير الشان العام الوطني والمحلي بما يضمن النجاعه وفعاليه التدخلات العموميه كاهم محور من محاور استراتيجيه، لان الاستراتيجيه وضعت محور عدة محاور لها، من أهمها محور المقاربة التشاركية بهدف جعل الساكنة الشريك الأول في تدبير الملك الغابوي. هذا الغياب ديال المقاربة التشاركية في إعداد المشروع
يتضح من خلال أن القانون منح الجماعات المحلية، وكي سميها جماعات محلية لأن طبعا صدر قبل من الدستور، حنا غنتكلموا على الجماعات الترابية، فمنح لهذه الجماعات حق طلب إحداث المحمية، إلا أنه لم ينظم عملية إشراكها في مسطرة الإعداد إذا كانت السلطة الحكومية هي اللي بقات يعني بوضع هذا المشروع. وحنا في هذه الحالة المياه والغابات هي اللي طرحت فكرة إحداث المنتزه الطبيعي، وبالتالي لم يتم إشراك الجماعات المحلية. صحيح أن القانون يعطيها الحق أن تتعرض المشروع للجماعة إدارة الجماعات المحلية التي يكون عندها دور استشاري وليس دور المشارك، بحيث أنك يكون عندها الحق إبداء الرأي والمقترحات داخل أجل 6 أشهر مع حقها في الاعتراض، وهذا كان استشفوا من المادة 9 من القانون اللي كتفرض على السلطة الحكومية عرض هذا المشروع للجماعات، وكتعطيها الحق أن حال سكوتها يعتبر ذلك، لا يمكنها أن يعتبر ذلك اعتراضا، بالتالي بمفهوم المخالفة يمكن للجماعات أن تعترض. ولكن كيفاش غادي نقوموا بهذه الاستشارة؟ يعني الآلية ديال التشاور وديال الاستشارة مع الجماعات المحلية غير واضحة في القانون وغير واضحة في المرسوم التطبيقي لبعض المقتضيات، لأن المرسوم التطبيقي يهم بعض المقتضيات فقط من القانون، وهو راه تأخر بالمناسبة مصدر حتى لسنة 2021، القانون صدر في 2010 والمرسوم التطبيقي لبعض المقتضيات سنة 2021. فبالتالي عدم الوضوح في يعني في تنزيل المقاربة التشاركية في خلل كبير، بالتالي تترك للسلطة الحكومية واحد هامش كبير من التصرف واتخاذ القرار، مع ملاحظة تهميش دور الجماعات الترابية اللي اعطاها الدستور المغربي المكانة التي تحظى بها اليوم من خلال منحها اختصاصات محددة بمقتضى النصوص التنظيمية المنظمة لها. كذلك نأكد على مسألة ديال أن القانون حصر مشاركة الجماعة العملية ديال إحداث المناطق المحمية على مستويين، تكلمت على إعداد المشروع وغنتكلم على مرحلة إعداد تصميم التهيئة وتدبير المنطقة المحمية كذلك من خلال إبداء الرأي والمقترحات، ولكن نلاحظ غياب الجماعات في مسطرة وضع النظام المتعلق باختيار أو اختيار نمط التدبير المفروض والإجراءات المصدرية المرتبطة بتدبير المفروض، حيث أن القانون يعطي الحق للسلطة الحكومية أنها تأسس واحد تشكل واحد لجنة وغادي دير واحد النظام ديال التدبير المفروض، غادي يمنحوا القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية، ولكن في الغالب غادي يكون القطاع الخاص لأنهم يدخلوا في مناقصة من أجل الحصول على صفقة تدبير المنطقة المحمية، وهناك نلاحظوا غياب تام للجماعات الترابية في وضع النظام وفي تدبير المناطق المحمية. هذا من جانب الديمقراطية التشاركية. من جانب أن الملاحظة الثانية أو الإكراه الثاني أو التحدي الثاني هو أن المشروع يشكل تهديدا للحقوق العقارية للساكنة. فحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مهمة تقييم المنتزهات الوطنية، كان واحد التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات اللي بدا في واحد تقييم المنتزهات الوطنية اللي كانت قبل اللي قلت لكم كانت تم الإحداث ديالها ابتداء من سنة 1942. هذا التقرير هذا يقول بأن مساحة الغابات اللي في ملكية الدولة لا تشكل سوى 39%. هذه في جهة سوس ماسار، طبعا الإحصائيات ديال كل منتزه، ولكن غادي نركز على سوس ماسار. فبالتالي المساحة ديال الغابات في سوس جهة ديال سوس ماسار ككل لا تشكل فيها سوى 39%. ومن جملة التدابير اللي وصى بها التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في محاولة إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية، أوصى بالانتقال التدريجي من صيغة حق الانتفاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة. يعني المجلس أعطى واحد التوصية ديال أن مادام أننا عندنا ذاك المجال الغابوي في المغرب، كان حنا كنتكلموا على المغرب ولكن حاولت نخصص أنا في الجهة ديال سوس ماسار اللي كتعنينا، كتقول بأن باش نقدروا أننا نوسعوا من المجال الغابوي اللي تدخل في الملكية الخاصة ديال الدولة، يمكننا أن ننتقل الانتقال التدريجي من صيغة حق الانتفاع اللي كيتمنح للساكنة المعنية لاسترجاع الحقوق، يعني نسترجع الحقوق من قبل الدولة.
وإدماج الساكنة المحلية ما تبنيش الأنشطة الاقتصادية. فبالتالي هذا من أكبر المخاوف اللي كانت عند الساكنة ديال الجماعات اللي معنية بإحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي، هو التخوف من التهديدات التي تستهدف حقهم في الملكية أو حقهم في الامتناع أو في الانتفاع عفوا أو حيازة الأراضي. بالتالي فإن إحداث هذا المنتزه الطبيعي على أراضي تعود للأفراد سيؤدي حتما بانتزاع عقارات من يد أصحابها، إما لعدم توفرهم على الحجج المثبتة للملك أو في إطار مسطرة نزع الملكية وهذه راه كينظمها القانون. وطبعا اكدت عليها الماده 15 اللي كتنص على ان ملكيه الحقوق العينيه للاراضي التي تشملها المناطق المحليه يجب ان تمارس دون ادخال اي تغيير على حاله هذه الاراضي وطابعها الخارجي وابقائها على النحو الذي وجدت عليه قبل انشاء المنطقه المحليه. معناه ان الارض ملي غادي يتم احداث هذا المنتزه الطبيعي الاراضي يجب ان تبقى على حالتها كما هي، وما يمكنناش نحدثوا عليها اي تغيير بعد احداث المحميه. وهنا انا غادي ننتقل للاثار الاجتماعيه والاقتصاديه ديال احداث المنتزه، بحيث ان فعلا احداث المناطق فيه مساس بحقوق الساكنه المحليه وله عده اثار اجتماعيه واقتصاديه، بحيث ان احداث المحميه سيقيد حقوق الساكنه في الاستغلال بمقتضى الماده 15 ويقيد حقوقها في الانتفاع وفي التصرف وكل سلوك خارج ضوابط استغلال المنطقه المحميه، بحيث ان اي سلوك سيعتبر مخالفه تترتب عنها جزاءات. ولنا اسوه في المنتزهات الوطنيه التي جاء ذكرها في تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول مهمه تقييم المنتزهات، بحيث ان المجلس الاعلى ذكر مجموعه من المخالفات واكد على ان يعني سجل واحد الملاحظات يقول بان هذه المخالفات اللي كانت في بعض المجالات اخرى ما كانش تيتم رصد ديالها، في انها ترصد في جهات سوس ماسه. طبعا نحاول ذكر ابرز المخالفات اللي هي مرصوده، هي استغلال الاراضي في الانشطه الزراعيه التي تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي المقربه. حاولت نختصر. القيام بالزراعه الحديثه، البناء، حفر الابار، الرعيه، هذه كلها انشطه الا كانت اللي ما كانش داخله في الضوابط ديال 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 المنطقه المحميه فهي تعتبر مخالفات. وبالتالي هنا بعد ما كان عند الساكنه الحق المطلق في التصرف وفي الاستغلال وفي التدبير ديال الموارد اللي كتدخل في نطاق الملكيه الخاصه الفرديه، هنا غادي يولي هذا الحق مقيد بالضوابط ديال المنطقه المحميه، وبعد ما كان الحق غادي يصبح مخالفه ويترتب عليها جزاء. دون ان ننسى كذلك ان هذه الانشطه اللي حنا كنتكلموا عليها راه حنا ما كنتكلموش على انشطه استثماريه بقدر ما نتحدث عن انشطه فلاحيه معيشيه لساكنه منطقه الاطلس الصغير الغربي، واي قيود قد تطرا عليها ستؤثر سلبا على الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه للساكنه. حنا كنعرفوا ان مجمل الساكنه كتستغل استغلال معيشي للشجر ديال الارغان ولا الشجر ديال اللوز ولا بعض المنتوجات ولا بعض النباتات التي تم منها مثلا استخلاص الضيوف، لدرجه ان تم يعني احداث تعاونيات نسائيه بغرض النهوض بالاوضاع ديال ساكنه المنطقه خاصه من النساء. بالتالي هذا غادي يشكل تهديد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتهديد كذلك للموروث الثقافي والقيمي للمنطقة. وكذلك من الملاحظات المثارة هو الإدماج المحدود للمناطق المحمية في مخططات إعداد التراب. حنا كنعرفوا المخططات ديال إعداد التراب، ما غاديش ندخل بزاف، ولكن بغيت نركز على واحد المسألة، أننا حنا كنتكلموا على مناطق قروية آهلة بالسكان وكتعرف واحد الحركة عمرانية، وبالتالي أنها ما تدمجش في إطار يعني المخططات ديال إعداد التراب، أو ليكون هناك نقص في التكامل ما بين وثائق التهيئة والوثائق المتعلقة بالمحميات، غادي يأثر بواحد الشكل سلبي على الأوضاع ديال الساكنة. وغادي نخلص نظري إلا كانت بقات لي دقيقة، ونقول بأن إحداث المحميات ينبغي أن لا يتم في معزل عن سياسة إعداد التراب الوطنية التي ترمي في عمقها تقوية المجال الوطني وفق مقاربات تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان وخصوصيات المجالات وتمكن من التخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة. وشكرا.